السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من تلوين آياتو. طبعا آياتو بشرته فاتحة كثير، بشرته فاتحة جدا، يعني بس بدي أستخدم اللون البيج الفاتح وألون في عدة مناطق، يعني فاتحة جدا بس رح أظلل فيه، يعني أغلب الألوان اللي رح أستخدمها للون بشرته هي ألوان التظليل، ورح أستخدم اللون البيج بس بداية رح أسكر هيك خطوط عينه هذا الشكل عشان نضل محافظين على بياض العين، ولونه بداية باللون البيج الخفيف جدا. طبعا هيك لونت لون بيج خفيف، هسا رح اقوم بالتظليل باللون البيج هيك عند حواف العين بهاي الطريقة، وعند الشعر من فوق كمان هذا الشكل، نعمل هيك تظليل من هون كمان من حفاف الشعر. هيك عند شوي عند الوجه من هون من هون كمان، وهنا هيك عند الرقبة بالأسفل كافية هاي المنطقة. عند الفم من هون، عند الأنف كمان من هون، عند العيون كمان، العيون هيك خطفتهم حادة شوي الشكل. وطبعا فوق طبعا أكيد بين الحاجب والعين هاي الطريقة. رح استخدم اللون البني القهوة للبشرة الفاتحة لكن بخط خفيف، وأقوم بالتظليل في الأماكن التي علمتها بالضغط في يدي على لون البيج. طبعا هيك قمت بتظليل الوجه زي ما انتم شايفين، هو مصاص يعني دماء، وهيك رح استخدم اللون الاورانج، وهيك بس اعمل شويه خط خفيف جدا هيك بس عند خدوده من هون، يعني في عده مناطق من الوجه من هون شوي، يعني ما نثكلش اللون، خط خفيف بهذا الشكل تمام. هسا رح انتقل للون العيون، بداية سأستخدم اللون الأخضر الفاتح جدا، وسأقوم هيك بداية بعمل خط مثلث بهذا الشكل مشان نحافظ على لماع العين، ونلون كافة العين باللون الأخضر الفاتح كتلوين أولي، بعدين رح استخدم اللون الأخضر الغامق وأقوم هيك من الأعلى تحديد بهذا الشكل وعلى حواف البؤبؤ أيضا ومن الأطراف فقط قليلا، لأنني سأقوم الآن باستخدام لون التحديد وهو اللون الأخضر الفاتح التحديد، وسأقوم هكذا تحديد من خلاله بهذا الشكل. فقط بهذه الطريقة، طبعا هو عيونه كما تعلمون خضراوتان، لكن سأستخدم أيضا اللون الأخضر الغامق تخطيط وهكذا من الأعلى. اللون كثير سائل بهذا الشكل،
وهذا يكفي لي العينين. الآن سأستخدم اللون التخطيط العنابي وسأقوم بتلوين حاجبي لأن شعره أحمر عنابي. هذا الشكل الآن سوف أنتقل لتلوين الشعر. طبعا شعره لونه عنابي، سأقوم بتلوين كافة الشعر باللون العنابي، ولكن سأخفف من التلوين بالأطراف. بداية سأقوم هكذا بتلميع الشعر من المنتصف، سيكون لماعا قليلا. سألونه بالعنابي الفاتح من المنتصف، يعني هكذا تخصل الشعر هذه المناطق التي تكون فيها اللمع في المنتصف. الآن سأريكم كيف. مثلا سأقوم برسم هكذا، نقوم برسم دائما خصل الشعر على تمشيطة الشعر. الشعر متجه إلى الأسفل هكذا، نمشطه إلى الأسفل هكذا بالتلوين، وليس هكذا هيك يعني عشوائي، تلوين عشوائي لا، هيك بالترتيب. مثلا هاي الخصلة مرفوعة لفوق، ها بنلونها عقد ما هي الخصلة مرفوعة بهذا الشكل هيك وهكذا. بس أنا رح ألون بهذا اللون، هيك رح يكون اللون أقصى حد بالتلوين. رح أغمق كمان بزيادة، بس من الطرف رح ألون باللون العنابي الخفيف، بعدين رح أمسك اللون الزهري وألون بالحواف باللون الوردي، يعني بعد اللون العنابي. بتمنى إنها توصل هاي المعلومة، ولونه وهيك وخففه شوية لماع هيك، يخففه من المنتصف بس لونه من هنا بلون غامق، ومن الأعلى بلون غامق، من المنتصف تتركوه خفيف زي ما انتو شايفين بهذا الشكل. طبعا هيك قمت بتلوين شعر الشخصية. مثل ما حكيت لكم في المناطق اللي هيك فيها تلوين خفيف راح استخدم اللون الوردي للتلوين في داخلها هذا الشكل. طبعا بهاي الطريقة. هسه شو بقي عنا آخر إشي؟ طبعا اللون المهم وهو التخطيط العنابي، رح أقوم بتخطيط خطوط الشعر بهذا اللون لكي يبرز الشعر أكثر وأكثر، وأيضا سأقوم بالتظليل من خلاله في عدة مناطق كما ترون بهذا الشكل. طبعا كما ترون هنا الإضاءة عالية جدا، رزحت الإضاءة هيك زي ما انتم شايفين الشعر يبين أكثر. وراح استخدم لون الأسود للتخطيط. وطب أنا طبعا راح استخدم اللون البني الغامق، اللون البني الغامق أفضل لأنه هكذا يكون فأفتح قليلا من السواد لعمل ظلال الشعر.
طبعا بهذا الشكل. الان سوف استخدم، يوجد هنا هكذا لون ابيض، ساقوم هكذا باستخدامه هنا قليلا هكذا ليعطي نماع في الشعر بهذا الشكل. طبعا سأقوم بتلوين التي يرتديها، طبعا سألونها باللون العنابي إنها حمراء. اللون برز أكثر، عن جد ألوان الماجيك جميلة جدا، لكن توسخ. أوه يا إلهي، ما هذا اللماع على الشعر؟ حسنا سأزيح الكاميرا هنا هكذا قليلا لكي يبان الشعر هكذا أفضل. الآن سأنتقل لتلوين القميص. طبعا قميصه لونه سكني، لكن قبل أن أنتقل إلى القميص سأنتقل للعينين هكذا فقط من الأعلى. سأقوم بعمل ظلال، ومن هنا أيضا الظلال باللون السكني بهذا الشكل، ومن هنا أيضا. هذا الشكل، ومن هنا أيضا. ومن هنا بهذا الشكل. الآن بقي آخر شيء عندنا وهو القميص الذي يرتديه. سأقوم بتلوينه كافته باللون الأسود الغامق، طبعا هنا هكذا سأقسم باللون الأسود الغامق باستثناء هذان الخطان، سنبقيهما أبيضان، هذان الخطان اللذين هنا وهنا، ولونه. طبعا هيك الصورة تقريبا جهزت عنا، يعني أقصى حد للصورة هيك. هيك الصورة تقريبا جهزت عنا. وشو ظل عنا آخر إشي؟ ظل بس رح أستخدم قلم الرصاص هيك مشان أعمل، لأنه هو يمكن من أنمي مصاصين الدماء، رح أعمل هون هيك دم بهذا الشكل بداية. هيك نخطط بالرصاص أفضل مشان إذا أخطينا هيك نمسح. بعدين باللون الأحمر رح أقوم بتخطيط الخط اللي أنا رسمته بهذا الشكل. هاي الطريقة، هيك بين أحلى وأحلى. وكمان هيك بس بدي خصل شعره بس. طبعا هيك زي ضربت شوية شعر بهذا الشكل أجمل هيك. عشان ما بدنا إياه يكون هيك مخطط قلوب، يعني يكون مهنفش شوي. طبعا هيك يا اصدقائي وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى ان ينال اعجابكم. شايفين بس احط الاضاءة نص واختفت الاضاءة، بتمنى انه ينال اعجابكم. طبعا شوي، طبعا هيك وصلت لنهاية الرسمة، بتمنى انها تنال اعجابكم.
طبعا إن أعجبتكم ما تنسوا الاشتراك الإعجاب والاشتراك في القناة، وأيضا لا تنسوا توقيعكم الفني. طبعا رح أوقع بالأحمر، أنا اسمي هيا، وأيضا لا تنسوا أن تضغطوا على زر الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد من ناحية الإشعارات أكيد. وأعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقائي، وسلام. إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والتعليق في القناة. كل الحقوق محفوظة لدى قناة درو وأبدع.